ما كيترجم هذا المسخوت ديال الاستاذ سعيد بن قراد شي كتاب جديد الا وكيجيب شي حاجه ديال الفريع وجديده. في هذا الكتاب ديالو الكلمات والنساء للكاتبه الفرنسيه مارينا ياغلو اللي ترجمه كيهضر فيه على الدم وتحقير والسعرات الجنسيه وعلاش كنفضوا الذكر على الانثى عند الكائنات الحيه وفي الطبيعه وفي كل شيء. وكيزيد بن قراد الذكور والانوثه خاصيه بيولوجيه هي الاصل في التلاقي وحد التناسل وكثره الاولاد وهي جزء من وظيفه في الجسد سابقه على التمدن والتحضر كتحدد موقع داخل نظام رمزي يذكر ويؤنث استنادا الى سند لغوي فيه الافضليه للرجال. هذا الشيء كيرجع الى اختلاف اللغات في الكشف عن الجنس والعدد وكيفاش كنسميو الاشياء. اللغه بنت الحرام ماشي محايده وماشي مخلصه للعالم اللي كتمثله لحقاش كتصنف كائنات العالم ووفق صعوبات واكراهات ثقافيه تختلف باختلافات معتقدات الناس وتصوراتهم وكيفاش كيشوفوا الحياه والموت. كيقدم المترجم مثال من الاستعارات ديال الحيوانات كيفاش كنشوفوهم الثعلب كيف الثقافه والحمار فيها غبي والاسد فيها شهم والغزاله جميله والمها عندها عيون كتجلب الهواء والمراه دجاجه كتبيض وكتنقنق والسماء غطاء انثى والقمر ذكر يرعى العاشقين. مساله التذكير والتانيث تحولت مع الوقت الى مستودع باش نحكموا على القيم والاحكام والتقديرات خاصه بموقع النساء والرجال داخل مجتمع معين فهي الاساس الذي يقوم عليه توزيع الادوار والمهن والوظائف والاحاسيس ونصيب الذكر والارثى من الارث والشهاده ومن خلالها كنعرفوا شكون هو القوي والضعيف والسلبي والايجابي وحشيال الهضره والجنس وداكشي اللي في راسكم. وتقسمات اللغه براسها ولات وزين ومعمل الكلمات كتهضر بها النساء اخرى كيهضروا بها الرجال وحدهم. كيتعلق هنا الامر باستعارات جنسيه منتشره في كل شيء في القفل والمفتاح وفي الخيط وفي الابرة والقطار والمحطه بمعنى راه كاين واحد الرابط في كل الازواج بين فاعل ومنفعل فلا قيمه للابره بلا خيط ولا جدوى القفل بلا مفتاح والمحطه موجوده استقبال القطار. ومع امتداد ثنائيه المذكر والمؤنث في كل شيء كيذكر بن قراد ان الكيانات المذكره والمؤنثه في الاسم والصفه والفعل اللي كيجعلها مثلا زهو وغرور الطاووس جاي من سلوك رجل مغرور وان الرجل كينتصب قائما اما المراه غادي تولي فازقه بتعبير الانتصاب يشير للفعل والاقتحام اما البلال وراها سارده وفازقه فدلاله على الاسترخاء والاستقبال ويمكن تكون دلاله على الخوف ومخلوعه. هادشي ثاني راه واعر. من هذا المنطلق غادي تولي الارض الماده الساكنه والصامته ما عندهاش الفرج مؤنثه في تصورنا كتملك من الدلال ديال المراه والغنج ديالها والعطاء ديالها والخصوبه ديالها شي الكثير فهي مؤنثه في الثقافه. في هذه الحاله غادي تنهار كل الصور اللي بنيناها على الارض فهي امنا الاولى والطين اللي منه حنا جينا وغادي نرجعوا ليه هي العطاء والبطن والرحم والتراب اللي غادي يغذي كل شيء. وكما يقال في التقليد المسيحي وفي الثقافة المسيحية أن مريم أرض ما تسقت ولكنها مع ذلك جات وجابت معها الغلة. والله بذاته اللي خلق الإنسان على صورته ما يمكنش يكون في ذاكرة الناس ووعيهم عند النساء والرجال إلا مذكر بالضمير النحوي أولا وبالصفات المذكرة ثانيا وفي أسماء الله الحسنى واستنادا إلى العوالم الثقافية اللي كيديرها في نفوس الموينين والموينات ثالثا. وبالتالي كيقول بن قراد تا واحد ما من هؤلاء جميعا يعني قبل باش يكون الخالق الله ديالو يكون امراه لذلك قد لا يكون تذكيره من المذكر سوى موقفا من المراه براسها فالذي ليس كمثله شيء ينفي عن نفسه التذكير والتانيث في نفس الوقت. كيستحضر هذا المسخوط ديال بن قراد زعما راه واعر امثله مضاده احتفظت بها من ذاكره الانسانيه للمراحل اللي مرت منها المراحل كانت فيها المراه هي السيده والحاكمه وكانت الاجتماعي حاكم العيالات ينتسب فيه الابناء الى امهاتهم وكانت النساء عرفات وحاكمات ومقاتلات وهذا وضع غريب عايشينو دابا. حسب بن قراد دائما باش يكون الله عند الكائنات الاولى والتي لا يقال عنها بانها اول من دش الفعل الحضاري والانساني انثى الام هي الاولى والكبيره اللي اعطت الانسان في كل شيء وكل شيء بلا حساب دون حساب فكانت الالهه واشطر الام الكبرى وكانت الها مؤنثا تستمد الالوهيه ديالها من محاكاه المراه لقاع الارض وكانت المراه وجه مؤنس لاله يخلق وكيرزق. أكاديمي المغربي سعيد بن قراد كيقول أن هادشي اللي قالته ولا ناقشته المؤلفة في هذا الكتاب بطريقتها الخاصة وكيستدرك معلقا معركة المساواة في التوزيع اللغوي بين المذكر والمؤنث فهاد المساواة كتفرض علينا تغيير تصوراتنا عن الحياة والموت والمرأة والرجل ونعاود نشوفوا في طبيعة العلاقات الاجتماعية وموقع المؤنث والمذكر داخلها.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.